السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم كانت عندي واحد العراضة في العشاء، بديت بالخبز، هي هو الاول عجنته، درت الطحين ديال الزرع والفرز، ملحه، الخميره، درت واحد المعلقه الخميره درتها في الماء طيب سخون حتى طلعات، انتما كيف ما كتشوفوا كنت دايره معاهم واحد المعلقه سنيده صافي، وندير كلشي في الكوكوت ونعجن بالماء دافي. هالطريقة هذه كتخليك ما تلكي ما والو، صافي كتخلطي وديري كلشي في الكوكوت وتخليها ترتاح. العجينة ما خصها تكون لا قاصحه ولا رطبه كيف ما كتشوفوا. صافي نغطيو عليها ونخليوها تخمر. هنايا غادي نوجد الزعلوك والحوت معمر. الحوت غندير له الشعريه الصينيه وكروفيت والشامبينيون. الحوت قبل ما نعمرو كنشرملو بشرمولة الحوت العاديه ديالتنا، زيت البلديه، قزبور، معدنوس، فلفله حمراء، كمون، الحامض، ملحه. انتوما خصها تشرمل كامله باش تاخد حتى هي المذاق ديال الشرموله. هاد الحوت انا نورمالمون كنحلو من هذا من الظهر، ولكن ما كانش داك مول الحوت، حليتها راسي من الكرش، عذبتها شويه وتعذبت انا معاها، ولكن ماشي مشكل، حيت خاصي تحيد داك السنسور الداخلي ونعمروها كيف ما كتشوفوا ونسدوها وندخلوها الفران. هاد الطريقة هادي اللي كلاها عندي الصراحة كتعجبو. صافي وتغطيوها باش كتبقى طريه، كتبقى الحوت كيبقى شاد ديك الطراوه ديالو، من الاحسن يكون مطي باش يدخل الفران. هنايا غادي نديرو واحد هادي واحد لونطري ب هذا فرماج، فرماج دو شيفر، ما عرفتش شنو كيقولوا بالعربيه، فرماج ديال الماعز. كنستفوه في لاباط فويتي كيف ما كتشوفوا، غير في واحد الجهه الاخرى كتبقى خاويه، غادي تلاحظوا غادي تشوفوا شنو غنديروا. دي موتزاريلا، حتى هي نديرو لها بلاصتها نصطفوها حتى هي. كتجي لذيذة هادي، هانتوما غتسدو عليها نسدو الجناب بالفرشيطة كيف ما كتشوفو.
نسدوها مزيان باش ما تخرش، باش ما يخرش لينا الفرماج. من بعد نديروها ندهنوها بصفر ديال البيض وندخلها الفرن. ندوزو دابا ناخدو الخبز العجينة ديالتنا كما كتشوفو، غادي نديوها ونجيبوها انتوما. صافي، هاد المرحلة هادي سهلة، ما كتاخدش الوقت بزاف. كناخدو خبيزات صغيرين كيف ما كتشوفو، ندهنوهم في الماء وندير لهم اللي عندكم. انا عندي غير جنجلان هنايا وعندي بلبولات شعير، هي فاش درتهم هانتوما. وندير خطيطات، هذا الزواق تبقى اختياري اللي بغيتي، اما زائد ولا كخطوط بحال هكذا. هادي بالبلولة ديال الشعير، يمكن لك ديري سانوج، يمكن لك ديري الشوفان، يمكن لك المهم اللي متوفر عندك الحبوب اللي كتبغي. هنايا الدنجال مقطع ومطيشه باش غندير زعلوك، كنديرهم كلهم في كوكو، كلشي في الكوكوت. هنايا الملحه، الكمون، الفلفل الاحمر، الثومه، قزبور، معدنوس، وزيت البلديه. صافي، وتسدي الكوكوت وتخليها طيب. ملي كطيب عاوتاني تحليها وتخلطي. غادي نوريكم مرحلة ثانية، شوفوا الخبيزات دياولي كيفاش جاو. هذيك خبيزة اللي درنا معمرة بالفرماج طابت حتى هي، كتجي رائعة. زعلوك ها هو شتو باش كيبقى يطيب الدنجال، كيجي بحال بحال فورتيه. هنايا في هذه المرحله كتخلطي مع مطيشه وتعاودي مع دوك التبزيره وتسدي. تخلطي مزيان وتسدي الكوكوت وترديه يطيب. فاش ترديه يطيب عاوتاني تخليه واحد قسمين ديال المكانه في عافيه قليله وتحليه. شوفي كيفاش كيولي. المهم خاصك ملي تحلي كوكوت منين المرحله الاخرى خاصها تكون هكذا في هذه الطريقه. ندوزو شلاضه، درت معلقه نتاع على موطارد كيف ما كتشوفوا، وكنزيد عليها الزيت الروميه وكنطلعها. كتجي هاد لاصوص غزاله، جربوها وتشوفوا. كنزيد الملح والبزار، هذه هي لاصوص اللي كندير باش الفينيغريت باش نديرها مع سميتو مع الشلاضه. الشلاضه درت درت الخيار، لافوكا، الباربا، القوق، مطيشه، اللي كاين عندك مهم كديريه اختياري. هانتوما الطابله ديالي وجدات. هذا تيراميسو، وبالصحة والراحة.